فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجب على الأب أن يدفع تكاليف حملات الحج لأولاده وبناته إذا كان قادرا؟ هل يجب على الأب أن يدفع تكاليف حملات الحج لأولاده وبناته؟ لا، ما يجب عليه. الحج على المستطيع بنفسه، أما أنه يلزم أبوه أنه يحججه، لا، ما يلزم أبوه ذلك. نعم، إن استطاع هو يحج، وما استطاع فليس عليه حج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.